اعقل فيما تقول يا عقيل. واهدأ، دعنا نتحدث داخل المسجد. أن يدخل الشافعي الجامع الكبير بعد اليوم، لا هو ولا من يجلس في حلقته ولا من يقول بمقولته. تمنعون الإمام من دخول الجامع؟ أتدركون ما تفعلون؟ ندرك يا بويطي، ندرك، ولن يدخله، لن يدخل هذا الجامع رجل جعد فضل أستاذه، لا ولا تلاميذه. تأدبوا أيها الفتية، ولا تنسوا قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. صدق الله العظيم. يا عقيل خلينا ندخل، ده بيت ربنا. من تكونون حتى تمنعوا الناس من دخول المسجد؟ وما هي حجتكم؟ خلاف في العلم لم تتفقهوا فيه بعد؟ لن تفيدك فصاحة اللسان هنا، لن تدخل. لم يعد أحد يريد أن يرى الشافعية في الجامع. ماذا؟ وهل لأحد أن يمنع الناس من دخول المساجد؟ مساجد الله؟ صاحبك يجني ما بذرته يداه، ولازلت تدافع عنه؟ يقول بأنه يحترم مالكاً، ثم يشترئ عليه مرة تلو الأخرى، يدعي أنه بمنأى عن السياسة ومصالح الساسة. فماذا يكون جروي وصهيب إذن؟ طالبي عين من أنفقيهين. ولكن يا فتيان، الأمور لا تعالج بهذه الطريقة. سيمنا يا ابن عبد الحكم، سيمنا. قفوا، قفوا عن هذا البغ، قفوا يا رجال، أفسحوا الطريق. أين الإمام؟ هل تمنعون إخوتنا وأولادنا وأهلنا من الدخول إلى الجامع؟ ماذا أصابكم؟ الدخول للجامع للصلاة أو طلب العلم؟ أو انصرفوا؟ أهلا بالإمام وتلاميذه، تفضل. بئس أن يتحول الاختلاف إلى عداوة وخصومة بين الإخوة في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تلك المسألة التي يأتي إليك فيها رجال السياسة في الخفاء يا ابن إدريس؟ لم أستقبلهما في دارك أو دار أحد، استقبلتهما في داري وهذا شأني. كفاك مراوغة وخداعة، نواياك وأفعالك افتضحت. رأينا مع من جئت حين دخلت إلى الفسطاط، ونرى مع من تقف الآن، وهي وقفة والله ليست بوقفة فقيه أو عالم كما يظن البعض. إلى أي شيء ترمي يا فتيان؟ قد يطلب البعض لنفسه مكانة وشأنا، وقد يفتنه أي طريق يسلكه لتحقيق ذلك. فلا يهم إن كان طريق العلم وطلابه أم طريق السياسة وأهل السلطة. ومتى شهدت الإمام يا فتيان بين أهل السياسة أو في صفوفهم؟ إنك هكذا ترمي الإمام بما ليس فيه، وهذا أقرب يا فقيه للبهتان. بل هو أقرب إليهم. نرى أهل السياسة المقبل منهم والمدبر لهم وقفة عند بابه، وإلا فليخبرنا هو أين يقف الآن من ولاة الأمر الذين يتنازعون على الفسطاط. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.